ننشر في فضاه حكاية وطن القصيدة والقصيدة منزلي. قمنا هذا النشاط لنكسر حاجز إقامة الأنشطة المسائية، وهي دعوة لجميع الرواد المركز الثقافي وأصدقاء المركز الثقافي بالحضور والمشاركة، و يعني مشاركتنا في هذه الأنشطة الثقافية لنرتقي بالعمل الثقافي على مستوى المحافظة، ونخرج من عباءة هذه الأزمة، الأزمة التي وقعت على كل شيء في سوريا. هو شيء مفرح وجميل رغم كل الصعاب وكل المخاض الذي تمر به بلادنا، ونحن في الحسكة بخلاف جميع المحافظات السورية منذ أكثر من 6 سنوات لم نكن نأتي إلى المركز الثقافي بنشاط ثقافي مسائي. كنا نحن في اتحاد الكتاب العرب ومديرية الثقافة نقوم بتنفيذ أنشطتنا الثقافية صباحا أو في الظهيرة. هذا الحدث هو بحد ذاته عيد لهذه المحافظة التي غاب عنها لمدة 6 سنوات خلت. طبعا هذا المهرجان في يومه الختامي الأخير هو رثاء لفقيد الخابور الشاعر الراحل جاك صبري شماس، وهنا كلنا مجتمعون لنقول لدمشق أسعد الله مساءك من الحسكة. ها نحن نعود من جديد بشعراء هذه المحافظة. كانت هذه الفعالية دليل واضح على عودة النشاط الثقافي لمحافظتنا في ظل هذه الأزمة التي تمر على بلادنا، ولا شك أن هذا يعني يدل على أنه هذا النشاط الثقافي هو أحد الأسلحة التي نشارك بها في مواجهة هذه الأزمة التي ستزول إن شاء الله. مبادرة جميلة من مديرية الثقافة في محافظة الحسكة بعودة النشاطات المسائية بعد توقف دام لفترة من الزمن نتيجة الظروف التي مرت فيها محافظة الحسكة.